المسؤولين السياسيين من محتحل الرأي والصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وضحايا الاعتقال التأسفي مواطن الحركات الاحتجاجية وعارف مقدمتهم محتحل الحياة الريف. وطبعا لائحة أمامنا للصحفيين دريس الراغين وبعشرين والرسولي وعلمي وغيرهم من المناضلين والمناضلات الموجودين الآن خلف أبواب السجن، لأنهم رفضوا أن تكمم أفواههم وأن يتوقفوا عن المطالبة بالحق في العيش الكريم للشعب المغربي، لأنهم رفضوا القبول من أجلهم نناضلوا من أجلهم نناضلوا كمناضلين ومناضلات من مختلف المكونات المجتمعية المغربية المناضلة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية ونسائية وشبابية لنرفع صوتنا مجددا من أجل المغرب، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في النساء والرجال. نحن هنا حاضرون لنعبر مجددا عن رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف النظام المغربي، هذا الكيان المنوّى هذا بدماء الشهداء. الآن وصل عدد شهداء فلسطين 35,000 أغلبهم من النساء والأطفال، وصل عدد الصحفيين 144 صحفيا، وهذه أئمة الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وطبعا لا يمكننا كشعب مغربي متضامن بشكل دائم مع الشعب الفلسطيني أن نقف صامتين أمام ما تقوم به الآلة الصهيونية وأمام تواطؤ الأنظمة. اليوم نحن هنا من مدينة الرباط استجابة للنداء الذي أطلقته الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، وجئنا إذا للتضامن مع المعتقل مصطفى بكار وغيره من المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية آرائهم وتدويناتهم المناهضة للتحرير، وننادي من هذا المنبر جميع المغاربة الذين يستطيعون فعل ذلك أن ينضموا إلى هذه القوافل تضامنها وأن يدعموا هؤلاء المعتقلين ماديا ومعنويا. لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب اليوم يشكلون الوعي في الأمة المغربية، وأقول بأنهم قد خطوا تجربة و تربيتهم الوطنية من خلال ما يتعرضون له من تعسفات من طرف مؤسسات الدولة، وكذلك عبر مسلسل التشهير الذي يطالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره من المضايقات. هذه الناس هي التراء الأولى ديال جميع المواطنين المغاربة. نحن الآن نقول كذا نقول دابا الجنون ديال المتابعات ديال المحاكمات الكورية ولا شي ما بقيناش قاعدين مزعمون، أشنو هي الدوافع وعلاش هي الأهداف وإلى آخره. المغرب أكبر من هذا الشيء، المغرب خصو يخلص نفسه. تنقول المغرب تنقول المخزن خصو يخلص نفسه من هذا السلاح. الآن نحن نحتاج إلى فتح الفضاء العمومي لجميع المواطنين اللي يعبروا عن آرائهم. حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان على المستوى العالمي والحق الدستوري كيحميها. فلا لا نعرف لا نرى دافعا حقيقيا سياسيا زعما هذه المتابعات هذه المتكررة بشكل كبير.